السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا احنا طلعنا عشة واحد صاحبنا. بصوا يا جماعة، عنده حمام ايه، طبعا الكام زغلول اللي فوق احنا بعناهم له، والعبسي اهو انتايته وابنه، تمام. وده اللي هو برضه متزغلين من فوق، بصوا واخد عنده على المكان يا جماعة، ما شاء الله. وفي عنده ايه كمان، انا اوريكم كل الحمام اللي عنده، ثانية اوريكم اهي. دي انتعش على باز اهي، النتاية دي بصوا شرابات قد ايه ما شاء الله، ده كرش على باز. ونوريكم نتايته، بس انا شاكك ان النتاية ان هي دي دكر واللي جوه النتاية. مهم اهي، دي نوعها ايه يا معلم؟ دي نوعها ايه؟ مخلطة على الشوكولاتة، واخدة من الشوكولاتة أبرق سكروتة كشك، واخدة من كشك عشان فلة، تمام، وقصيرة وصغيرة، تمام، حلو. دي ندخلها، نبص كمان على الحمام اهو. وطبعا ده الدكر دباني اللي احنا كلمناكم عليه اهو. اهو انا عايز اوري لكم، بصوا هو واخد عنده على المكان يعني ما بيترش. ونتفرج، وفي انتاس دكر استرالي طير برضو عنده على المكان، متعود ما شاء الله. اه ده الدكر اللي انا كلمتكم عليه، واخد على المكان. وفي مع ابن العبسي بعتوله برضو، سو ابن العبسي اهو، فاكرينه اللي كان مع الزغليل فوق، انا بعتوله يا معلمين. طبعا برضو هو واخد على المكان اهو، بيطير وياخد على المكان عادي. هو الحمام كله بتاعي واخد على المكان، حتى كله مفيش حمام مش واخد على المكان. دي النتاية هوريها لكم دلوقتي، النتاية دي يا جماعة هوريكم اهي. دي النتاية لمرات العبسي البلدي، هو قاصصها وسايبها عشان خاطر ايه الدكر ينزل لها وهو بيطير الدكر. هو طبعا ذكي يعني. ورينا طبعا دي عنبرية وزار اي. طبعا الحمامه دي واخده عليه فجات على كتفه، ماشي. بتطير دي يا معلم ها، متعود على المكان. ورينا اهي طلعت يا جماعه، يعني ما شاء الله بيتطور احسن مني، تطوراته احسن من ندخل النساء دي عشان دكرها يخش لها مكانها. وفي عندك انت، انا واخد على المكان يا معلم، ورينا كده ايه اللي واخد على المكان. اي ورينا طبعا الحمام اللي واخد على المكان عنده وسايبه قدام عينيكم. طبعا حته استراليه سويد اهي ما شاء الله عليها، احنا بنعرفها من شكلها كده، ولا تلطيشه ولا اي حاجه ما شاء الله. اي اسود غزار، تمام. لا ايه هنحطها فين يا معلم؟ ماشي. وفي عندكم تاني ايه؟ الحته الجمعيه اللي تحت. وطبعا معانا حته جمعيه نجيبها لكم اهي، دي انتايا صح. في شويه حمام بعناه برضك امبارح، وفي شويه حمام بقولكم بقول للمتابعين اللي عندي يعني. ادي دي انتايا هوريها لكم من بعيد اهي، واخده برضه على المكان يا معلم. لا واخده بس مقصوص جناحها عشان ده كره ينزل. اهم حاجه عشان تعودوا المكان على المكان، الحمام على المكان، تقصوا النتاية وتخلوا الدكر سايب. يعني شفتوا الدكر اللي قلت لنا مرقع العنبر الاسمر، بس انا بطلعه. المهم العنبر الاسمر ده بيحب انتايته، فاحنا بندخله بنتايته. وقف على نبرة اهو، ورينا برضو بس ورينا عند النور. ودي ده ايه؟ اهو شوف حطه بسم الله. ودي طبعا دي بقها العرسة كانتها، الحمد لله على كل شيء. وده طبعا ده هومر بس مش اللي هو قوي يعني، اللي هو على قده. ده زغلول ده ولا شاب؟ شاب 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 هومر اهو، هوريه لكم جوه.
اللي هو اهي ودي اخته هومر، بس ما بين انجليزي وهومر، يعني ما بين انجليزي وهومر. القص من ده كان عامل كام لما اشتريته؟ القص ده لما اشتريته كان عامل 100، كان القص ده عامل 50 جنيه. تمام. وبينا بقى نشوف الحمام، او الحمام بياكل ما شاء الله. الحمام عنده ايه حابب المكان يعني؟ مش احمر اهو. فين الدبل احمر؟ وده طبعا قبل احمر خدود سايحه، انا اوريكم. انا طبعا مش عارف امسك الحمام عشان انا بصور بايد وماسك بايد يعني اهو. ثانيه، ده طبعا جناح ونص، يعني جناح كامل ونص جناح مش كامل. ايه دي نوعها؟ قلنا ايه ابلق، بس غدود سايحه. طبعا انت مكانها فين دي يا برنس؟ هنا مع الشباب دول. طبعا ده الشباب، الشباب هم معلمين. وطبعا في زغلول ان شاء الله يتعالج. لا بس زغلول ولا دي تاني. مهم احنا ما شفناش في حمام تاني، ما شفناش. وفي الدكر ده ما شفناهوش. فين؟ دي النتايه. طب ده افتح ايه في الباب. مهم القشه دي بتاعت زمان لو فاكرين. الدكر ده اوريه لكم برده جوه. الدكر ده بيطير، دكر باكستاني على دباني. باكستاني قولوا على بلد يعني ما بينها. انا يعني هجيب لكم خلاصه، ده باكستاني هجيب ما بين باكستاني وكريزلي، عشان عظم باكستاني ويعني حجم كريزلي وكل حاجه في كريزلي. تمام. مقصوص ده معلم ولا كامل؟ لا كامل. بيطير ده وبيرجع تاني ولا بيطير وما بيرجعش؟ لا بيطير ما بيرجعش، يعني لسه جديد في العش. تمام. ده لسه جايبه اول امبارح. برضو احنا نوريكم عينيه عشان تحددوا ده نوعه ايه. انا هسيب لكم الحمامه دي، اللي يعرف نوعها ايه انا يعني اعتبرونه قلت نوعها غلط. اللي يعرف نوعها ايه يكتب لي في التعليقات، انا يعني جرب حظك. تمام كده احنا شفنا الحمام، شفنا الحمام كله، ما شفناش اي ايه. كده احنا شفنا معلم كله، شفنا اخو الدبان الابيض، وشفنا الدبانه والاثنين العبسي وابوه. تمام كده. تمام يا عم معلم بودي قشطة. كده ناقص نشوف ايه تاني، في حاجة تانية مشفناش؟ لا. الزغلول ده، الزغلول ده الجمعية؟ بس يا جماعة اطلع بس كده هنا، هو وضع بس يتعالج. الزغلول ده احنا قافشينه لأنه اترمى على السطح، هو يعني تعبان تعبان، صوابع ورمة أصلا، صوابع رجله ورمة وبيتنقل وبيتنقل، يعني عنده فيروس احنا ما نعرفش هو ايه. صوابع رجله دي ورمة، خلي بالك. تعالى كده بص، صباع رجله انت ده المفروض تحطه هنا كده، ده هيعدي لك الحمام كله فحرام. تمام كده احنا شفنا ايه تاني؟ العنبر الاسمر والعبسي، هو العبسي ما شاء الله عليه. هو طبعا العبسي برضو على قده، بس حلو برضو يعني ياكل معانا. تمام كده لو عايزين بقى يعني، بصوا دي كده تكون نهايه الفيديو ان شاء الله. ولو انتوا عايزين اي حاجه اكتبها لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. وقلت لكم اللي يقول لي نوع ثانيه هدي لكم برده ايه حمامه تعرفوا لي نوعها. اي هات لي كده الازرق مفصص اللي هنا دي. لا 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 عطى بس. طيب ماشي اوريهم. طيب بس خلاص انا عرفت انا اقول لهم ايه. دي الهومر صح، انا قلت له. دي طبعا حمامه برضو ايه طالع عينها شويه، فاللي يعرف نوعها ايه يقول لي. دي احنا في الشارع يا جماعه، دي احنا لقيناها في الشارع فخدناها قلنا حرام، الرفق بالحيوان واجب. تعالي بس كده، اللي يعرف نوعها ايه يكتب لي في التعليقات. شعفية ما شاء الله عليها برضو، عفية. اللي يعرف نوعها يكتب لي في التعليقات وهياخدها. يلا
وده الاصبع وارم بيهرج منه اصلا. مهم، ودي تكون نهاية الفيديو. لو عايزين اي حاجة او اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. وبس ناخد بقى صورة للفيديو كده.